الله مساءكم بكل خير. نتواصل في انطلاقة المساء، نتواصل في الميدان الكبير الميدان الغربي 8 كيلومترات، وفي انطلاقة شوطنا الخامس والخاص بالجعدان الثنايا المحليات الأصايل. على بركة الله مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، أعطيت إشارة البدء وتسير هذه الأسماء القوية، وأيضا أنا بدوري يسير إلى صدارة والمقدم، واللي في المركز الأول سراب فاضل بن راشد بن سالم الشامسي من يأتي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هملولي سالم بن علي بن راشد الغيلاني من يأتينا على ثاني المراكز، بينما نقلتنا مباشرة هنا إلى المركز الثالث ليجد متعب سعيد بن المر بن حلوة أيضا يتواجد الاكتبي في هذه اللحظات ليقدم متعب في هذا الشوط على المركز الثالث، بينما المركز الرابع شاهين لمحمد بن علي بن راشد الاكتبي وصل هنا في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصولي من ايضا مصدع عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري قدم ايضا بانتصارات مصدع وانجازاته واندفاعه الرائع، هناك عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري وصل حشيم هناك محمد بن ظهر بن خموشه العامري يصل، والله الله 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 مرموق وصل ايضا هنا مرموق في الوقت الرائع، هنا وصل مرموق محمد بن سلطان بن مرخان قدم مهابه في يوم الامس ومن بعدها قدم كفو، وفي هذا اليوم قدم مهابة وهنا يقدم مرموك، الله 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 الله. اعود الى مصدع على الصدارة، مصدع على المركز الاول 400 متر الاخيرة، مصدع ومتعب وهنا مرموك، يا سلام جولة الاوامر النهاية، الحركة ما شاء الله تبارك الله، اقلع عن الجعدان الثنايا وصل بن قريع ولكن ثلاثية ولا اروع، هنا مصدع على الصدارة عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، اصمد يا المنصوري اذهب الى الصدارة يا المنصوري، وصل الصعب مرموق محمد بن سلطان بن مرثان وصل في الوقت الصعب، منصة تسيل، الله 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 الله، الصعب مع مرموق مرغم تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، محمد بن سلطان بن مرخان المركز الثاني، وصل متعب سعيد بن البر بن حلوة المركز الثالث كان اللي هو وصل سلهود عتيق بن حمد بن قريع المركز الرابع، مصدع عيد بن عبد الله بن عيد المركز الخامس، وصول من شاهين سالم بن دغاش بن محمد العامري، هذه هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هكذا أيضا كانت الانطلاقة الرائعة وكان الاندفاع والتحدي المثير، شاهدنا الانطلاقات ولكن لنا عودة أيضا بالتوقيت الزمني مرموق 12 دقيقة 59 ثانية 3 أجزاء من الثانية، تهانينا لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني وصل في ثاني المراكز هناك مشاهدين الأعزاء متعب 12 دقيقة 59 ثانية وثمان أجزاء من الثانية، متعب سعيد بن المر بسعيد بن حلوة المركز الثالث 13 دقيقة وأيضا ثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا لعتيق بن حمد بن قريع المري على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول. بسم الله الرحمن الرحيم.